السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه عن ورق الغار. أنصح كل أخ وكل أخت أن يكون هذا الورق موجود عنده في البيت، وسوف أشرح فوائد عظيمة وجليلة يغفل عنها كثير من الناس لهذا الورق اللي يتحصل عند كل العطارة وقيمته ليست غالية. لكن قبل الحديث عن ورق الغار، نأمل من الإخوة والأخوات اللي ما مشتركين في القناة وأول مرة يحضرون أن يشتركوا في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يأتيكم كل جديد، وكذلك زر الإعجاب، ونشكركم إذا نشرتم هذا الفيديو. لورق الغار فوائد عظيمة جدا. أهم فائدة من فوائده هو لعلاج مرض السكري. كيف يعالج ورق الغار مرض السكري؟ أثبتت الدراسات أنه يعمل على تخفيض نسبة السكر بالدم، وهو فعال لعلاج مرض السكري. طبعا النوع الثاني يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم، وكذلك تخفيض الكوليسترول، تخفيض نسبة الدهون المركبة الثلاثية، دهون الثلاثية. أيضا من فوائد تنظيم عمل القلب، وتعود فوائده الجمة هذه للمواد المضادة للأكسدة في ورق الغار، والتي تمكن الجسم من إنتاج الإنسولين. أيضا فوائد ورق الغار هو تحسين الهضم، يعني بمجرد ما تغلي ورقة ورقتين في كوب من الماء وتشربه في الصباح ما يكون عندك مشاكل في الهضم، لأنها كما ذكرت تعزز الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد تناوله بهذه الطريقة على كل مشاكل الهضم. إذا عندك مشاكل في إذا عندك اضطرابات معوية، يعني إمساك مثلا، فورق الغار يعالجه. عندك انتفاخ في البطن أو انتفاخ في المعدة يعالجه. عندك حموضة وحرقة أيضا يعالجه، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأنزيمات العلاجية لتكسير البروتين، فهو فعال لعلاج الاضطرابات المعوية. أما فوائد ورق الغار للقلب فهي أيضا كثيرة جدا، لأن ورق الغار يحتوي على مركبات والساليسيلات، يحتوي على مركبات والساليسيلات، الروتين والمغذيات النباتية، وحامض الكافيك، والتي تزيد من صحة عمل القلب والأوعية الدموية، وكذلك تقي من الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة. إذن احرص على وجوده في البيت. من فوائد أيضا علاج البرد، لأن ورق الغار فعالة في مكافحة أعراض البرد والأنفلونزا والالتهابات في موسم الشتاء، فهو فعال للاستخدام والوقاية من الأنفلونزا ومكافحة أعراض البرد. إذا عندك آلام في أي مكان، بمجرد حتى لو طحنت ووضعته في المكان أو استخرجت زيته، زيت المستخرج من ورق الغار، لأنها أيضا مضادة للالتهابات، فيساعد على تخفيف الآلام الناتج عن التهاب المفاصل والروماتيزم. إذن احرص أن يكون لديك أيضا زيته لتدليك مكان الآلام خاصة في المفاصل. إذا عندك مشاكل في الصداع، عندك الصداع النصفي والشقيقة، أيضا يساعد ذلك، لأنه يعزز الدورة الدموية ويقوم بتنشيطها، فهو فعال لتخفيف آلام الرأس والصداع والتهاب المفاصل. بالنسبة للمرأة الحامل وبداية حمل المرأة، ورق الغار أيضا مفيدة جدا للمرأة. لماذا؟ لأنها غنية بحامض الفوليك. هذا الحامض مفيد للغاية خلال فترة الحمل بالنسبة للمرأة، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فتناولها يساهم في تمكين وصول كمية كافية من حامض الفوليك إلى الطفل، إضافة إلى أنها تمنع العيوب الخلقية في الأطفال. فتناول الغار
يقي الطفل من حدوث أي عيوب خلقية. انتبه لهذا الأمر واستفد منه. المرأة اللي عندها مشاكل في الدورة الشهرية أيضا ورق الغار يلعب دور مهم جدا في حل تلك المشاكل. فعندما تتناول المرأة كوب من ورق غار مغني فيحافظ ذلك على انتظام الدورة الشهرية. أيضا من فوائد ورق الغار تنظيف الأسنان، يعني إذا كنت تريد علاجا سهلا وفعالا وتحصل على بياض فعليك بورق الغار. فتستطيع استخدام الفرشاة ووضع ورق الغار المجفف عليها وفرك الأسنان بها، يعني بمجرد ما تطحنه وتضع الفرشاة تستطيع أن تفرش به أسنان، وعندما تكرر كل 3 أيام تحصل على أسنان بيضاء. عندك تجاعيد في الجلد، تجاعيد في الوجه، يساعد ورق الغار على شد الجلد، وكذلك يعني ذلك منع حدوث تجاعيد في الجلد. علاج طبيعي جيد وفعال لكي تحصل على جلد مشدود خالي من التجاعيد. زيته تضعه على مناطق التجاعيد. التخلص أو ليس لا يلزم أن يكون زيت، تطحنه وتضيف له قليل من الماء وتضيفه إلى الأماكن صباحا وعند النوم. في عندك قمل في الرأس أيضا تستخدم أوراق الغار للتخلص من قمل الرأس، وذلك نقوم بغلي حوالي 50 غرام من أوراق الغار، 50 غرام فقط، نغلي ب400 ملي من الماء، لأن إذا غلينا راح يبقى عندنا 100 ملي من الماء، يتم تصفيته ويوضع هذا المصفى على جذور الرأس، يترك لمدة 3 إلى 4 ساعات ثم تغسل رأسك، يؤدي ذلك إلى إزالة القمل بصورة سريعة. من فوائده أيضا إذا كان هناك جروح وتريد التئام هذه الجروح فهو يساعد أيضا، لأن المعالجين قدامى كانوا يستخدمونه في ذلك، وكذلك كانوا يستخدموا فيه لدغات الأفاعي ولسعات الحشرات، فهو يخفف الجروح والكدمات. فخصائص يعني الورق الغار لديه خصائص مضادة للفطريات وخصائص مضادة للبكتيريا، ويعالج على يقوم بعلاج الالتهابات الجلدية. آخرا نريد أن أنوه أن من فوائدها أيضا طرد يعني تبخير أو حرق ورق الغار. تأخذ 3 أوراق غار تحرقه فتبخر فيه البيت. فوائده يعطي راحة واطمئنان ومنع الاضطرابات والقلق، كل ذلك من فوائد حرق ورق الغار. فاحرص على هذه الخطوة وهذه العملية، بارك الله فيك. كما أردنا أن نبين في هذا الفيديو، أمل أن يكون نافع لي ولكم ويجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم. أشكركم إذا بادرتم بنشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة وتكتب لكم الأجر، ولما مشترك معنا في القناة نعيد ونكرر أن تشتركوا في القناة. وسائل التواصل تجدونه تحت انستغرام، تويتر، وسناب شات، والفيسبوك. من أراد أن يتواصل معي مباشرة يستطيع من خلال تلك الوسائل أن يتواصل، ونحن إن شاء الله سوف نرد عليه. حتى ألقاكم في فيديو آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودا. حتى ألقاكم في فيديو آخر، هذا محدثكم حسن المدني، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.